انا مش قادره ادفع الزكاه. زكاه ايه؟ الزكاه بتاع رمضان. مش قادره تدفعيها؟ ليه؟ انت متخيله ان هي قد ايه مثلا؟ والله اقول لحضرتك على حاجه، معلش ظروف كده يعني تعبانه معايا شويه، فانا مش قادره يعني احاول، يعني الظروف تعبانه معايا شويه. طيب هي على كل حال زكاة الفطر ربنا يعني يغنينا وإياك إن شاء الله من حلاله. آمين يا رب. زكاة الفطر بتجب على المسلم المكلف بمغيب مغرب آخر ليلة من ليالي رمضان، يعني لو النهارده آخر ليلة من ليالي رمضان أول المغرب يدًا وفضيلة المفتي يعلن أن غدًا أن اليوم هو المتمم وغدًا يوم العيد، تجب علي أن أخرج الزكاة، ويستمر إمكانية الإخراج إلى مغرب أول يوم العيد، يعني معايا كده إيه 24 ساعة. لو من خرجت مغرب فيها الزكاة ليلة العيد لمغرب أول يوم العيد. بالظبط، لو خرجت الزكاة خلال ال 24 ساعة دي يبقى هي أداء في وقتها يعني. تمام. طيب الزكاة دي تجب على مين؟ على المسلم المكلف اللي عنده مصروفات زائدة عن قوت يوم وليلة. طب قد إيه؟ قوت يوم واحد. قوت يوم وليلة طب قد ايه زكاة الفطر؟ الحد الادنى فيها 15 جنيه. فيمكن تكون السيدة الكريمة فاكرة ان هي زكاة الفطر ده مبلغ كبير فتقول انا مش قادرة. فلو هي 15 جنيه وتقدري تخرجيها بهذه القيمة خرجيها. مش قادرة وال 15 جنيه دي برضو قد يكون ظروفك يعني فعلا لا تسمح بان المبلغ ده زيادة عن حاجتك، ففي هذه الحالة انت الزكاة ليست واجبة عليك. نعم. وإذا كانت متجوزة وجوزها موجود فالمسؤول عن إخراج الزكاة عنها هو الزوج مش نعم. هي هل مسؤول يدفع لكل فرد في العيلة في الأسرة صح يا مولانا؟ الإنسان مسؤول إنه يخرج عن نفسه وعن من في عيالته، يعني في نفقته اللي أنا بيجب عليا إن أنا أنفق عليهم. يعني أنا أولادي دلوقتي صغيرين مراته ومراتي موجودة، مراته فأنا حتى بخرج لو بتشتغل؟ حتى لو بتشتغل، لأن أنا مسؤول إن أنا أصرف عليها حتى لو بتشتغل. شغلها ده حاجة كده يعني كومبليمون كده يعني ما اعرفش بيسموها ايه. حلو ان الناس تسمع الكلام ده. يعني شغلها دي حاجه كده رفاهيه، دي فلوس يعني. ليها نعم، لكن هو مطلوب منه شرعا انه يصرف عليها حتى لو هي بتشتغل وليها مبلغ كبير. ايوه وحتى لو هي بتساعد في البيت حتى لو هي غنيه وهو افقر منها يجب عليه انه يصرف. طبعا يصرف عليها وهو اللي يدفع لها زكاه الفطر ويدفع عنها زكاه الفطر. نعم. لكن لو اولادي كبروا وبقى عندهم دخل مستقل خلاص يبقى هو مسؤول عن نفسه. فيجي هنا سؤال يقول لك طب انا ابني بيشتغل في الشركه الفلانيه وبياخد مرتب كبير بس لسه ما اتجوزش وعايش معايا عنده دخله بس انا حابب ان انا اخرج الزكاه عنه. ينفع؟ ينفع باذنه. هو دلوقتي بقى عنده دخله المستقل، هو عايش معاك بس كده يعني لغايه اما يتجوز ولا يعمل ولا بس عنده دخله المستقل وممكن يكون مرتبه اكبر من معاشك انت شخصيا. لكن انت حابب تظل محتفظ بمشاعر الاب الحاني اللي هو اليد العليا. نعم. كل ولاده طالما هم عايشين معاه هيفضلوا تحت جناحه وفي كنفه. نعم. فعايز اعمل كده وافضل اعمل كده. نعم. خلاص قول له انا هخرج الزكاه عنك فان اذن خرج. نعم. اخر سؤال بخصوص زكاه الفطر يا مولانا، هل يجوز ان انا مثلا اتفق مع جمعيه خيريه واديهم الفلوس واقول لهم من بدري من قبل مغرب ليله رمضان واقول لهم دي فلوس زكاه الفطر هم بقى هيطلعوها في ميعادها ولا لا يجوز؟ احنا عندنا وقت ميعادين، في ميعاد وجوب وفي ميعاد جواز. ميعاد الجواز ده يعني انا مثلا انا خرجت زكاه الفطر خلاص ده يجوز واحنا لسه بدري اهو. تمام. يجوز ان انا اخرج زكاه الفطر من اول رمضان. تمام. اول برضه من فضيله المفتي يقول غدا شهر رمضان. رمضان اليوم الاول غره رمضان الليله دي اول ليله اعرف اخرج. تمام. يستمر جواز الإخراج على مدار الشهر. يجب بقى إمتى؟ خلاص كده إمتى يجب؟ تمام. شكرا للتوضيح. بمغرب الليلة الأخيرة. نعم. فاللي عاوز يخرج من دلوقتي يخرج. هيجب عليه إمتى؟ هيجب لما مغرب الليلة الأخيرة. نعم. هل ممكن تطلع زكاة الفطر للناس المحيطين يعني مثلا المربية اللي في البيت، البواب، رجل الأمن كده ولا لازم جهة معينة؟ مصارف زكاة الفطر هي المصارف التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من مصارف الزكاة بوجه عام. فزكاة الزكاة شرعت لإغناء الفقير في الأساس، فكذلك زكاة الفطر من مصارفها الفقراء والمساكين. فكون أنا عندي مربية أو عندي خادم أو عندي رجل أمن أو كذا إذا كان فقير يبقى ياخد بوصف الفقر. نعم.